طيب عبد الستار صبري، انا كنت الاقرب للاهلي وصالح سليم والقيعي ساعداني على الاحتراف في البرتغال. تحب افكرك بعبد الستار صبري وكلامه؟ انا عبد الستار صبري ده لعيب رائع وشخصيه اكثر روعه. طب ما نفكرك بيه. فكرني بيه. كابتن عبد الستار، انت من اللعيبه اللي ظهر او كان حصل عليها ازمه برضو كبيره، عبد الستار يروح الزمالك، لا يروح الاهلي، طب يبقى في المقاولين. الكواليس بتاعت القصه دي لو انت رجعتنا ليها، انت كنت اقرب لمين؟ اقرب للاهلي ولا اقرب للزمالك؟ لا اقرب للاهلي الصراحه. الاهلي يعني برضو في من كتر يعني الاهلي برضو كان ليه دور كبير قوي. اكلمك برضو بصراحه ان الاهلي ليه دور كبير ان انا احترفت بره. يعني زمان وانا بلعب في نادي المقاولين كان في عقود طبعا اللاعب الهاوي يعني لازم يعمل عقد مع النادي بتاعه. انا ما كنتش عامل عقد بس من حقي ان انا احترف بره. بس جوه مصر ما ينفعش العب جوه مصر الا في النادي ايه بتاعي. النادي الاهلي كان له دور كبير قوي ان هو يسفرني بره. وداني ساعتها كانت كابتن صالح سليم الله يرحمه، قعدت معاه وباشمهندس عادل الكاي، سافروني للنادي ترول النمساوي مجرد فتره معينه وارجع النادي الاهلي. وقعدت فتره هناك بس ايه لما مشيت هناك في نادي ترول النمساوي النادي عايز يعمل معايا عقد والحمد لله حصل عقد. وكابتن صالح سليم واقف معايا وساعدني وهو اللي عمل لي العقد وخلاص كملت الاحتراف بتاعي. وفضل مصلحتك انت بالظبط. وقال لي النادي الاهلي بيدك في اي وقت ان انت ترجع في اي وقت. يعني كان النادي الاهلي كان ليه دور كبير قوي ان انا ايه هسافر بره. اتفضل يا باشمهندس. عايزك احكي لك يعني اللي حصل؟ هو عبد الستار صبري كان ما عندوش عقد. وكان في ناس من النمسا جايين بيدوروا على لعيبه يعني. وكان في الوقت ده محل اهتمام الانديه ومنهم النادي الاهلي. فهو يعني التقى الناس بتوع النمسا طبعا اول ما جم لمين؟ للي يعرفوه في مصر كابتن صالح سليم. طبعا. احترف هناك فعرض عليهم عرض عليهم مجموعه من اللاعبين يعني ثلاثه اربعه كده قال لهم دول لعيبه فيهم اخلاق وفيهم يعني شخصيه انه يقدر يكون لاعب محترف يعني وفيهم مهاره. هم تابعوا وعجبهم عبد الستار صبري فراح. عبد الستار صبري لو مضى عقد هناك هيبقى فري. فهو قال انا لو ربنا ما وفقنيش عايز ارجع النادي الاهلي. فلما راح هناك انا ما اعرفش عمل ايه مع يعني الجزء بتاع كابتن صالح انا ما اعرفوش. بس هو اتصل بيا وقال لي يا كابتن عادل هيعملوا له العقد ب 180 الف دولار اعمل ايه؟ قلت له لو رجعت انا اللي هسلمك بنفسي لنادي المقاولين لان ما فيش. كان ساعتها رقم كبير جدا. قلت له عبد الستار هو حد يلاقي فرصه زي دي؟ قال لي لا انا بسال عشان انا بحترم يعني ان انا قلت لو هرجع مصر هرجع النادي الاهلي. قلت له ما ترجعش مصر. ويوم ما ترجع قلت له ما ترجعش مصر. وهو طلع من النمسا على بنفيكا. يعني هو كانت موهبته واضحه عاليه. المساله انك مش بتستغل الظروف او انك انت بتفرح. لو قلت له ارجع كان هيرجع. ده يعني قبل ما يمشي كان مضي لي عقد وسايبه عندي وما زال موجود عندي. فقلت له لا يا عبد الستار خلاص انت ربنا اختار لك طريق يعني امشي فيه. ويبدو انه خد راي الكابتن صالح ولقى نفس الكلام يعني.